الله الرحمن الرحيم. نحن في هذه الروضة، روضة الجنة، بل أفضل من الجنة. سئل علي عليه السلام: أيهما أفضل، الجلوس في الجنة أم الجلوس في المسجد أو المأتم؟ قال عليه السلام: الجلوس في الجنة رغبة لنفسي، والجلوس في الجنة في المسجد في رضا الله سبحانه وتعالى. أحبتي، هنيئا لكم بهذا الخشوع، بهذه الرهبانية. كيف لا ينتصر هذا الشعب وفيه المظلوم وفيه المضطهد وفيه المعذب وفيه قعر السجون، تلك الصرخات المنادية واظلامها؟ قال الله تبارك وتعالى: فإن تجاوزت عن ظلمي ظالم فأنا الظالم. اجتنب دعوة المظلوم ولو كان كافرا، وكيف دعوة من فقد ولده وقدمه أضحية وقربانا لهذا الدين، لهذا الشعب المظلوم، للعزة، للكرامة، للحرية التي لا تسقى إلا بدماء الشهداء ودماء الأبطال؟ كيف لا يستجاب لكم الدعاء في هذه الليلة وفيكم المظلومون؟ دعاء آباء الشهداء، دعاء أمهات الشهداء، دعاء الأولياء الصالحين من رموز ومشايخ وأساتذة في قعر السجون، يعيشون هذا الجو، يعيشون هذه المحنة، يعيشون هذا البلاء. كيف لا يستجاب الدعاء؟ ولله الأسرار، والأمر كله في قضاء الله وقدره. فعلينا بما أننا ابتدأنا بهذه الثورة المباركة التي قدم هذا الشعب الكريم كل غال ونفيس من فقدان أحبة، من مداهمات، من قمع، من سجن الأبرياء، من هتك الحرائر وهتك حرمات البيوت. كيف لا يستجاب الدعاء؟ يستجاب الدعاء، والنصر آت آت إن شاء الله، وقريب سيرتفع هذا الحصر ويخرجون رموزنا، شبابنا من قعر السجون إلى ساحة الحرية، رافعين الرأس، معلنين الصرخات المدوية، وعلى رأسها صرخات إمامنا الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.